السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، إن شاء الله دائما في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم الرز بالخضر والدجاج، كيجي أكثر من رائع، فأنا متأكدة إلا جربته غادي يعجبكم، غادي يولي معتمد عندكم. فدائما وصفة جد سهلة وبسيطة، كنتمنى أنكم تكملوا معي الفيديو حتى الآخر، وإن شاء الله غادي تعجبكم، إن شاء الله تجربوها وترجعوا تخليوا لي التعليق ديالكم. فغادي نبدأ على بركة الله. فخديت انا واحد ستر ديال الدجاج، قطعته هكا شرائح، يكون واحد شويه غلط. غادي ناخذ هنا عندي ثومه بودره، الملح، الابزار، الخرقوم، التحميره، سكينجبير، الكمون، القزبر اليابس، وشويه ديال الزعتر. فهاد التتبيله كتعطي واحد المذاق اكثر من رائع لهاد ستر ديال الدجاج، وان شاء الله الا جربتوها انا متاكده غادي يعجبكم. فكنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها، ومن بعد غادي نشرمل بها هاد القطع او هاد الشرائح ديال الصدر ديال الدجاج. غادي نزيد عليها عصير ديال نصف حامضه، وغادي نخلطهم مزيان مع معلقة هكا ديال الزيت، ونخلطهم ونخليهم على جنب. فكنبدأ بهم هما الاولين لانهم غادي نخليهم واحد شوية تشربوا هاد التتبيلة حتى الاخير، عاد غادي نستعملهم. غادي ناخد هنا الرز، فبالنسبة للرز غادي تاخدوا الكمية اللي غادي تكفيكم هي اللي غادي تستعملوا، فكل واحد تعرف القياس اللي غادي يكفيه. فانا خديت انا جوج كيسان تقريبا ديال الرز، غادي نضيف عليهم الماء الكافي فاش غادي يطيبوا. غادي نغسل في الاول هاد الرز مزيان، عاد باش نضيف عليه الماء والملح ونرضو يتسلق. خديت جوج خزويات حكيتهم في الحكاكه الغليظه بشكل طولي، فلفله حمراء، فلفله خضراء، قطعتهم بشكل طولي، معلقه صغيره عامره مزيان ديال مطيش هاد الحك. بالنسبه للتوابل عندي الثومه بودره، الملح، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، راس معلقه صغيره ديال الكمون، والقزبر اليابس، ونصف ضامه ديال البقري. غادي ناخذ واحد المقيله، غادي ندير فيها زيت المائده، غادي نضيف فيها دوك الفلافل على نار اللي كتكون متوسطه. غادي نشحر هاد الفلافل واحد شويه حتى يتشحروا وينزلوا واحد شويه، عاد باش غادي نضيف عليهم داك خيزو. فدائما مع التحرك هكا باش ما كتحرقش لينا الفلفله، غادي نبقى نحرك هكا مره مره حتى تتنزل ليا ديك الفلفله، فما نخليوش الفلفله حتى تطيب اكثر من اللازم، فغير كنحسوا بها نزلات على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ داك خيزو اللي حكيته ايضا بشكل طولي، نحاول اننا نديروه بشكل اللي كيخرج طويل باش كيجي الشكل ديالو زوين في الحكاكه الغليظه. غادي نخليه ينزل شويه مع هاد الفلافل، فكنسبق الفلفله باش كيتقادوا في الطياب، لان الفلفله كتشد الطياب على خيزو. نضفت ديك معلقه ديال مطيشه ديال الحك، ونعاود نخلط في الخضر ديالي ما طيبتهاش اكثر من اللازم باش كتبقى في البنه ديالها وكتبقى في اللون ديالها. من بعد غادي نضيف نص طامه ديال البكري، وغادي نضيف دوك التوابل اللي ذكرت معكم في الاول. غادي نحرك الكل جيدا، وغادي نضيف زيت الزيتون لان في الاول ضفت غير زيت المائده، وغادي نخلط مزيان. فراه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تولي معتمده عندكم. ففي الاخير كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، ونخلط هنا النار كنكون طفيت عليها. صافي الخضر ديالي موجوده، غادي نخليها على جنب. غادي ناخذ الرز اللي صفيته واستقطرته من الماء اللي كيكون طاب، وكنخلطو مع ديك الخضر. فهنا يمكن لينا نشعلو على النار باش كتندمج مزيان ديك الخضر، غير واحد شويه على داك الرز باش يتخلط مزيان مع ديك الخضر ويطلقوا فيه ديك النسمه. رجعت انا في الاخير خديت ستر ديال الدجاج، وغادي ندوزوها هكا في شويه ديال الدقيق. من بعد خديت واحد المقله، وغادي ندير فيها غير واحد شويه ديال الزيت، وغادي نقلي فيها داك الصدر ديال الدجاج، كيجي واحد النسمه فيه رائعه رائعه بزاف بديك التتبيله لانها تشربها. من بعد ما كيتقلى غادي ناخذو غادي نقطعو لشرائح او انصاف هكا اللي كيكونوا صغار. داك الرز حطيته في المول على هذا الشكل كما كتلاحظوا، حطيته في الطبيتيل. داك الدجاج قطعته بشكل طويل على هذا الشكل كما لاحظتوا معايا.
من بعد غادي نرافق معاه المايونيز، فكنزين هكا بالمايونيز، ومن بعد المايونيز غادي نحطو هكا في طبيسيلات صغار ونرافقو في الطبلة اللي بغى يضيفو، فهو راه كيجي اكثر من رائع. من بعد كنزيد الهريسة، كتجي اكثر من رائعه، ما غاديش تشبعوا منها، كتجي لذيذه. كتبقى اضافه اخيره كندير المايس، كيجي كيتوتى رائع مع هاد الرز هذا. الا كان متوفر عندكم فما ترددوش انكم تضيفوه، كيزيد قيمه غذائيه لهذا الطبق ديالنا، وكيزيد ايضا واحد المذاق اللي رائع بزاف. فكنتمنى صديقاتي ان الفكره ديال اليوم تعجبكم، و الا عجبتكم فما تنسونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه، و البارطاج الا كنتو جدد، فدائما كنبغي نرحب بكم. مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. كنشكركم جزيل الشكر، دمتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.